واشنطن أقحمت الذكاء الاصطناعي لمواجهة الطائرات المسيرة الإيرانية، وهذا الذكاء الاصطناعي هو متمثل ببرنامج جديد. قد تم تطوير هذا البرنامج من أجل تصعيب مهمة الطائرات المسيرة عندما تستهدف أهدافها. هذه كلها نشرت على المونيتر يوم أمس عن طبيعة أمر قد تطور وظهر في أكتوبر الماضي من عام 2022، وتطور في ديسمبر الماضي في بداية ديسمبر، وعلى وشك فعلا أن يتم إدخال هذا البرنامج لمواجهة الطائرات المسيرة ويطبق على الأرض. الأمر مرتبط بهذا الجندي الذي ترونه، وهو أحد جنود الحرس الوطني الأمريكي في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، وهو متمركز في المملكة العربية السعودية. هذا الرجل هو السبب وراء تطوير البرنامج الذي سنتحدث عنه. وهنالك برنامج صدق أو لا تصدق في القيادة المركزية الأمريكية، هي التي قامت بإنشاء مسابقة للجنود الأمريكيين لمن يمتلكون أفكارا للابتكار للمسائل التطويرية العسكرية، يدخلون لهذا البرنامج على غرار شارك تانك، البرنامج الأمريكي المشهور. وطبعا وهذه المسابقة هي يطلق عليها واحة الابتكار، وبالتالي هو دخل بهذا الشكل حاله وحال العديد من المتسابقين. نتحدث عن أكثر من 160 طلبا قد تقدموا به الجنود الأمريكيين ممن يمتلكون أفكارا للقيادة المركزية الأمريكية. وكان هذا الرجل وهو ميكي ريف، وهو الرقيب ميكي ريف الأمريكي الذي تحدثنا عنه، هو صاحب الجائزة الكبرى، هو الذي فاز بهذه المسابقة المهمة التي اعتمدتها القيادة المركزية الأمريكية. ميكي ريف أساسا كان متواجدا قبل أشهر في المملكة العربية السعودية، وتحديدا في غرفة خاصة به في قاعدة الأمير سلطان بن عبد العزيز الجوية في المملكة العربية السعودية. طور من خلال جهازه برنامجا مختصا لمحاكاة هجمات الطائرات المسيرة الإيرانية، أي بمعنى آخر بأن الجنود الأمريكيين يستطيعون أن يطبقوا عملية محاكاة هجمات الطائرات المسيرة، وكأن هنالك فعلا هجوما بالطائرة المسيرة. يضعون جميع البيانات الخاصة بهذه الطائرات، حركتها، قوتها، ويضعون أيضا ولديهم الإمكانية بوضع السيناريو الذي تهاجمهم به هذه الطائرة. هل هو سيناريو خطر؟ هل هو سيناريو معين حيثما تتواجد بعض المنظومات الدفاعية؟ وبالتالي هي تزيد من إمكانية المحاكاة والمناورة للجنود الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، مع تواجد قليل، خاصة وأن الجنود الأمريكيين يعانون نوعا ما في هذه المنطقة من ناحية المناورات عندما يريدون أن يقومون بتدريبات لمواجهة الطائرات المسيرة مثلا في العراق على سبيل المثال. دعونا نصحح هذا الموقع أو هذه النقطة، الجنود الأمريكيين في العراق على سبيل المثال لا تراهم يقومون بمناورات واسعة وغيرها، هم مستشارين في التحالف الدولي، ولكن هذا البرنامج سيمكنهم من دراسة كيفية تأتي هذه الطائرات المسيرة وكيف يحاكونها، ومن دون أي مشاكل ومن دون أي كلفة وبسرعة كبيرة وبتقنيات عالية للغاية. الأمر طبعا هو بحاجة بحسب ميكي ريف إلى 5 أشخاص، 5 مطورين فقط. إذا ما اعتمدوا هذا البرنامج عندما كان في هذه المسابقة، قال لهم 5 مبرمجين فقط ليطوروا هذا البرنامج، وبعد ذلك سترى خلال 6 أشهر يتم تطبيق هذا البرنامج، والجيش الأمريكي سيكون قادرا بأكمله على القيام بمحاكاة الطائرات المسيرة الإيرانية تحديدا في الهجمات التي تأتي ضد القوات الأمريكية أو ضد المناطق التي تحقق فيها الاستهدافات. وطبعا القيادة المركزية الأمريكية وقائد القيادة المركزية الوسطى الجنرال إريك كوريلا كان قد أعجب تماما بهذه الفكرة، وتحدث بأن هذه تعتبر نقطة سريعة للغاية في مسألة مواجهة هذه الطائرات المسيرة. هي سريعة كبيرة، هذه التدريبات سريعة للقوات الأمريكية من ناحية التعود على طبيعة أجواء هجمات هذه الطائرات، وهذا يعني أن ستكون هنالك حماية جيدة مساعدة للمملكة العربية السعودية على سبيل المثال في حماية المنشآت النفطية، مساعدة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة المنشآت النفطية، كذلك مواجهة الهجمات على المنشآت النفطية هناك وغيرها من هذه التهديدات. وبالتالي هم سيكونوا مستعدين بشكل كبير باستخدام برنامج واحد للذكاء الاصطناعي. وبالتالي هذا الرجل أجاب على العديد من الأسئلة، ليست المرتبطة فقط مما هو قادم،
من القيادة المركزية الأمريكية لا أبدا، فهنالك مختصين من مايكروسوفت من جوجل كانوا موجودين، عرضوا بعض الأسئلة وتحدثوا عن هذه المسألة وأبدوا إعجابهم، وطبعا توقف هو وعدد من المرشحين الذين وصلوا إلى النهائي وبعدها فاز طبعا. وقائد القيادة المركزية الوسطى وجد بأن هذا شيء عظيم وبدأوا بعملية تطويره لتطبيق هذا البرنامج على الأرض ضد الطائرات المسيرة الإيرانية. الرجل وميكريف هذا الرقيب المهم الأمريكي الآن الشاب فعلا الذي تمكن من تطوير هذا البرنامج الآن طور برنامجا مهما ليس فقط للشرق الأوسط، هي ليست فقط للعراق وللسعودية وللإمارات ولمواجهة الطائرات المسيرة هناك، لا أبدا. فعندما ترى المقدمة التي قدمها هنا في البداية عندما قام وبدأ بالحديث عن برنامجه الخاص لمدة 13 دقيقة وتقترب تماما، ستراه بأنه يعرض نوعا من المنصة التي تنطلق منها الطائرات المسيرة، هي متطابقة تماما مع العرض الذي قامت به إيران لطائرات شاهد 136 المفخخة، الطائرة التي تقوم بالكثير من العمليات هذه الأيام وهي من أشهر الطائرات الإيرانية. وحتى في العرض الأخير للفيديوهات قبل الذهاب للبرنامج قبل الذهاب للحديث عن البرنامج الذي طوره ستلاحظ بأنه يعرض قناة إيرانية وانفجارات تتم بنفس الطائرة، وعرض فقط طائرة شاهد 136 ولكنها تشمل جميع الطائرات المسيرة الإيرانية لكي نكون واضحين في هذه المسألة. وهذه الطائرة طبعا تلعب أدوارا كبيرة في الحرب الروسية الأوكرانية، وهي يعني قد تكون مفيدة أيضا لتدريب الأوكرانيين عليها لمواجهة هذه الطائرات تحديدا. فكما تلاحظون هنا في 2 يناير أي قبل يومين فقط كنا أمام هجمات لاحظ الدفاعات الأوكرانية في كييف ناجحة تتصدى لسرب من أسراب الطائرات المسيرة من شاهد 136، ولكن طائرة واحدة فقط عندما تأتي وتضرب تقطع الكهرباء تماما كما تلاحظ، خطيرة للغاية هذه الطائرات، وبالتالي هي ستساعد كثيرا الأوكرانيين في تحقيق الكثير من هذه المسائل في المستقبل إذا ما دخل طبعا هذا البرنامج إلى هذه الحرب. ستكون مفيدة في مسألة الدفاع، في مسألة المناورة، أخذ خبرة أكبر، التعود على طبيعة هجمات هذه الطائرات التي لا تعطيك إلا دقائقا فقط عندما تهاجم أوكرانيا، وهي سلاح فتاك للغاية، والولايات المتحدة الأمريكية تركز كثيرا بكافة الوسائل لقطع إمدادات هذه الطائرات المسيرة الإيرانية، ولكنها يوميا تقريبا هي تهاجم المدن الأوكرانية. وهذا السلاح هو يعتبر سلاحا مهما يعتمده الجنرال سيرجي، هذا الجنرال الروسي المحبوب تماما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذا الجنرال بدأ يقوم بعملية مزاوجة بين الطائرات المسيرة الإيرانية والإمكانيات الصواريخ وصواريخ الكروز الروسية من أجل تحقيق عدد من الأمور ومن الضغط في الضربات الشتوية على أوكرانيا. هو يستغل الشتاء ويستغل كذلك الضربات التي تهدف منشآت الطاقة ومنشآت الكهرباء في كييف من أجل قطع الكهرباء وبالتالي قطع التدفئة وأيضا قطع الغذاء تماما عن كييف وعن المدن الأوكرانية. وهذا سيؤدي بطبيعة الحال لأي مواطن لن يتمكن من العيش بمثل هذه المدن، وبالتالي سينزح وسيلجأ الناس وسيخرجون تماما من المدن الأوكرانية وسيذهبون إلى أوروبا. ستكون موجة نزوح كبيرة جدا على أوروبا، الضغط على أوروبا، بالتالي تتأمل على ما يبدو روسيا من خلال هذه الاستراتيجية العودة مباشرة وأن تجعل أوروبا بعد هذا الضغط الذي تتعرض لهم من موجة النزوح بسبب الظروف التي خلقوها أن تضغط أوروبا على أوكرانيا من أجل إيقاف الحرب، وبالتالي بالنسبة لروسيا ستحقق المكاسب التي تبحث عنها ألا وهي السيطرة على أقليم دونبا على زاباروجيا على خيرسون التي أعلنوها طبعا نقاطا مهمة بالنسبة لهم، وبالتالي إبعاد الطائرات المسيرة أو النجاح في مواجهتها كما هم ناجحين تماما في مواجهة صواريخ الكروز بنسبة عالية سيعني الكثير لإيقاف مثل هذا السيناريو الخطير للغاية. بالنسبة لروسيا هي تركز كثيرا في مسألة دانييتسك التي لا تمتلك ولا تسيطر إلا ما يقارب على 50%، هي تضغط كثيرا الآن لكي تتأمل أن يكون هنالك شيئا معينا. دعونا نذهب للشاشة لكي نلقي نظرة على بعض الضربات التي تأتي في باخموت، إحدى أهم المدن التي تأتي فيها ضربات خطيرة للغاية، ودعونا نلقي نظرة على باخموت هنا كما تلاحظون ضربات هائلة في 48 ساعة الماضية، هذه المدينة تحولت إلى مدينة أشباح، أكثر المعارك ضراوة الآن
في روسيا أو في أوكرانيا هي تأتي في هذه المنطقة ضربات خطيرة للغاية، وتحاول روسيا السيطرة عليها لأنها ستعني بالنسبة إليها نقطة انطلاق للسيطرة تماما على دانييتسك التي لا تسيطر كما تحدثنا إلا على 50% فقط من هذه المناطق، والأوكرانيين يحققون سيطرة جيدة في هذه المناطق. وإذا ما أخذنا صورة من هذه الصور أو من صور القصف فقط لنتعرف على الموقع، نحاول أن نجد هذا الموقع كما ترون هذه صورة واضحة جدا. سنأخذ بعضا من النقاط والعلامات، نحن أمام بنايتين هنا، دعونا نأخذ اللون الأخضر، هنا هنا بناية وهنا بناية بجنبها، وأمامها بناية تقريبا تأتي بين هاتين البنايتين، هي باللون الأبيض واضحة ومميزة، ستفيد تماما في معرفة هذه المنطقة الموجودة في باخموت. وأيضا نحن أمام مباني متصلة وكأنها مبنى واحد طويل أو كبير، وهنا طبعا ترون مبنى آخر هو الذي تعرض للقصف كما هو واضح، ومبنى آخر هنا، وواضح بأننا أمام مساحة مفتوحة لا بأس بها بهذا الاتجاه، وبالتالي واضح بأن هذه المناطق هي التي تتواجد فيها روسيا، وروسيا تقصف هذه المناطق من أجل التقدم لمدينة باخموت. قوات النخبة من الطرفين موجودة في هذه المناطق. دعونا نذهب للقمر الصناعي بسرعة إلى مدينة باخموت. هذه هي دانييتسك التي ترونها، وبالتالي بالتوجه إلى باخموت وإلى هذه المنطقة التي تتواجد فيها طبعا روسيا، وبالاقتراب من هذه المنطقة المفتوحة باللجوء وبالالتفاف إلى الشمال قليلا، ستجد فجأة ومرة أخرى بأننا أمام نفس العلامات. هذه هي هذا المبنى الأول، هذا المبنى الثاني، وهذا المبنى الأبيض الذي يأتي بين المبنيين طبعا، وهذا هو المبنى الطويل، وبالتالي هذا المبنى الأول الذي كان حاضرا وواضحا والذي تعرض للقصف، وبالتالي هذه المناطق كلها تتعرض للقصف، وأن روسيا لا تسيطر عليها ولكنها تضرب بقوة هذه المنطقة لأنها تريد التقدم، هي تريد الوصول لهذه المنطقة، منطقة مهمة للغاية باخموت بالنسبة لهم. وطبعا يعني لحد الآن الأوكرانيين صامدين، قوات النخبة الأوكرانية، القوات جميعها الأوكرانية صامدة تماما في هذه المنطقة. فإذا ما ابتعدنا قليلا فستلاحظ بأنها نقطة بداية مهمة بالنسبة لروسيا إن ما تمكنت من هذه المدينة التي حولوها إلى خراب، هي ساحة معركة لم تعد مدينة أبدا. إن ما سيطر الروس على هذه المنطقة فستلاحظ بأنها ستكون نقطة انطلاق على هذه المدن الكبيرة الاستراتيجية الموجودة في دانييتسك. نتحدث عن سلوفيانسك، عن كراماتورسك، وكذلك عن كوستانتينيفكا، وهذه مدينة أخرى، وبالتالي إسقاط جميع هذه المدن يعني سيطرة روسيا تماما على نسبة هائلة جدا، ستصل نسبة السيطرة إلى 80% تقريبا على هذه المنطقة. وبالتالي هي مسألة استراتيجية مهمة بالنسبة لروسيا، لأن هم يسيطرون على لوغانسك، يسيطرون على نسبة جيدة من زاباروجيا، وكذلك خيرسون لا زالوا على بعد النهر أو نهر الدنيبر، لا زالوا في مواجهات طبعا مع القوات الأوكرانية، لكن هم بحاجة لتحقيق شيء ما هنا، خاصة وأن هنالك ضغطا على روسيا في الداخل الروسي. زوجات الجنود الروس الذين قتلوا في هذه المعركة طالبوا كما تلاحظون هنا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن عليك يا بوتين القيام بتعبئة كاملة لروسيا وإغلاق الحدود مع أوكرانيا من أجل تحقيق النصر، يجب أن ننتصر في أوكرانيا، لنا الحق، نحن قدمنا الدماء وأزواجنا قدموا دمائهم من أجل روسيا، ولا بد من الانتصار في هذه المعركة، خاصة وأن هذه الطلبات تأتي في ظل انزعاج كبير من الروس بسبب ضربة كبيرة حققها الأوكرانيين أدت إلى مقتل العشرات كما تتحدث وزارة الدفاع الروسية، وإلى مقتل المئات كما تتحدث أو يتحدث الأوكرانيين. أين جاءت هذه الضربة؟ أيضا جاءت صدق أو لا تصدق في دانييتسك التي كنا نتحدث عنها، في ماكييفكا تحديدا. إذا ما اقتربنا من هذه المدينة هنا فستلاحظ بأننا كنا أمام مبنى وهي المدرسة المهنية رقم 19، هذه المدرسة تحديدا وهذا المبنى المكون من 4 طوابق ضرب ضربة هائلة بصواريخ الهايمرس الأمريكية من قبل الأوكرانيين، دمر بالكامل. الأوكرانيين قالوا بأنهم قتلوا من 400 إلى 500 من العناصر الجيش الروسي هنا في هذا المبنى لوحده بهذه الضربة لوحدها، ووزارة الدفاع الروسية قالت في البداية بأن 63 روسيا فقط الذين قتلوا، وبأن الأوكرانيين يبالغون وبأن هذه بروباغندا أوكرانية، ولكن
اليوم وزارة الدفاع الروسية رفعت هذا العدد وقالت بأنهم 89 قتيلا في هذا المبنى، وبالتالي هي ضربة كبيرة جدا لروسيا ومنزعجة روسيا من هذه المسألة تماما. المبنى هنا إذا ما لاحظنا لا زالت هنالك تحقيقات في هذه المسألة، هذه هي دانييتسك وهذه هي ماكييفكا، وتقريبا المبنى يأتي بهذا الاتجاه، وهذا كان يعتبر خطأ استراتيجيا كبيرا طبعا بالنسبة لروسيا، لأن هؤلاء الجنود إن كانوا بالعشرات أو إن كانوا بالمئات فهذا المبنى كانت فيه مجموعة 20 من القوات الخاصة الروسية بحسب ما نشر عن هذا المبنى. كذلك هنالك أيضا كتيبة تدريب المدفعية والصواريخ 361، أيضا كتيبة أخرى لتدريب الاتصالات 360، وهنالك قوات الأمن الداخلي، الكثير من هذه القوات كانت موجودة، يبدو بأنهم كانوا يحشدون من أجل الضغط على أفيدييفكا التي ضغطت كثيرا روسيا للسيطرة عليها، ولكنها لم تحقق شيئا وبالتالي جاءت هذه الضربة العنيفة. ولكن لاحظ بعد المبنى تقريبا يأتي على مسافة 5 كيلومترا فقط من نقاط الاشتباك، هذا خطأ استراتيجي كبير. وأيضا هنالك لواء المدفعية 55 الأوكراني كان متواجدا خلف هذه البحيرة التي ترونها، ألا وهي كارخوفا التي تلاحظونها، كانت لواء المدفعية يتواجد هنا وكان يسدد ضربات على هذه المنطقة، ويعتقد بأن منظومة الهايمرس كانت موجودة بهذا الاتجاه أساسا، وهي التي حققت الضربة التي نتحدث عنها، والمسافة فقط 50 كيلومترا عن لواء المدفعية والمنطقة تدك بالمدفعية، كيف لك أن تجمع كل هؤلاء الجنود هنا؟ وبالتالي بهذه الضربة أدت إلى إخفاق تام بالنسبة للروس، هنالك انزعاج كبير بأننا لن نحقق التقدم المطلوب على أفيدييفكا وهذه المناطق، بل بالعكس قد نجد الأوكرانيين بضربة أو ضربتين أخرى يحققون الكثير في هذه المنطقة. وزارة الدفاع الروسية والروس بدأوا يتحدثون بأن الإخفاق يأتي من الجنود الذين كانوا متواجدين في هذا المبنى تحديدا، هم الذين أخفقوا لأنهم كانوا ينشرون صورهم على السوشيال ميديا، وفعلا هنالك أحد الجنود الذين اشتهروا كثيرا طبعا، وعلى ما يبدو بأنه من القتلى في هذه الضربة كما تلاحظ كان ينشر صوره، هو أحد المتطوعين لهذه الحرب. ستلاحظ بأنه عندما ينشر صوره كان يضع التاج، كان يبقي التاج موجودا وهو الذي يعطيك الموقع الذي يتواجد به فجأة، وبالتالي هذه تسهل عليك الوصول للموقع. طبعا الاستخبارات الأوكرانية تراقب كل صغيرة وكبيرة، نفس الرجل كان ظاهر ينشر الصور ويضع التاج مرة أخرى التي تسمح بمعرفة موقع هذا الرجل، وواضح بأنهم استدرجوه وحققوا هذه الضربة الكبيرة. بالتالي نحن فعلا أمام تطورات كبيرة في هذه الحرب الهائلة جدا الروسية الأوكرانية، والأهم هذا التطور الأمريكي في الذكاء الاصطناعي، كيف سيغير من مجريات مواجهة هذه الطائرات المسيرة الإيرانية التي تحقق الكثير من النجاحات على عدد من المستويات.